الرئاسية وألقوا زجاجات حارقة على عدد من خيام المعتصمين، كما قاموا بالاعتداء على بعض المعتصمين. معي الآن على الهاتف الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف. دكتور، هل هناك أي حصر للإصابات موجودة في هذا الحادث؟ هو أنا طبعا أبلغنا مسؤول الإسعاف بطلب سيارات الإسعاف. ألو يا دكتور، انقطع الاتصال. قررت نيابة الأموال العامة حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية تلقيه وأفراد أسرته وعددا من رموز النظام السابق هدايا من مؤسسة الأهرام. كان فريق من نيابة الأموال العامة قد انتقل إلى مستشفى المعاد العسكري للتحقيق مع مبارك بشأن هذه القضية بعد أن كشفت التحقيقات تلقيه قضايا هدايا بقيمة 6 ملايين جنيه في الفترة من عام 2006 إلى عام 2011. نعود مرة أخرى إلى حادث إطلاق أعيرة نارية حول قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات حارقة على عدد من خيام المعتصمين. مرة أخرى مع الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف. دكتور، ماذا عن حالات الإصابة التي وقعت؟ هو تم نقل 14 حالة مصاب بسيارات الإسعاف. الحالات تتراوح من جروح وكدمات إلى بعض إصابات الحروق. تم نقلهم إلى مستشفيات منشية البكري ومستشفى كليوباترا. والآن تم إرسال عدد مناسب من سيارات الإسعاف، حوالي 5 سيارات إسعاف متواجدة في الموقع لنقل أي مصابين. يعني من التشخيص الأولي كدمات معناها تعرضهم للضرب أم ماذا؟ هو الحقيقة طبعا احنا جالنا بلاغ انه في اشتعال لبعض الخيام الموجودة امام قصر التحرية، وان في اشتباكات بين بعض المتواجدين داخل الخيام ومجموعة مجهولة، وفي تشابكات والقاء لزجاجات ملتوف. تم توجيه على المناسب بسيارات الاسعاف. الحالات عبارة عن جروح وكدمات نتيجة الهرج والحركة والتصادمات بين المتواجدين، ولكن التشخيصات النهائية سيتم حصرها وتدقيقها داخل المستشفيات. مرة أخرى دكتور، كم عدد الإصابات؟ 14 حالة. شكرا جزيلا للدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف. نواصل عرض الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. قال المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة إن النيابة مستعدة للتصالح مع المتهمين في قضايا الاستيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق، شريطة ألا يكونوا متهمين في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة. وقال المستشار مصطفى حسين إن النيابة قبلت التصالح مع متهمين في نحو 20 قضية، وقامت باسترداد مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة. وطالب حسين جميع المتهمين في قضايا الاستيلاء على المال العام بتسوية أوضاعهم المالية مقابل إعفائهم من العقوبة البدنية. في شأن ذي صلة، وافقت نيابة الأموال العامة على الطلبات المقدمة من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وصفوة الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بسداد 3 ملايين جنيه قيمة هدايا حصلوا عليها من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 2006 إلى 2011. كانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثبتت تلقي نظيف نحو 1,700,000 جنيه هدايا، بينما حصل الشريف على هدايا ب1,300,000 جنيه. سنعود مرة أخرى إلى الاتحادية. معي عبر الهاتف من هناك الصحفي أحمد فتحي. أستاذ أحمد، هل توفرت بعض التفاصيل حول ما دار؟ مساء الخير. المشهد الآن يعني شديد الصعوبة، حيث كان هناك عشرات المتظاهرين أو المعتصمين منذ فترة أمام محيط قصر الاتحادية،
ومنذ نصف ساعة تقريبا إذا بعشرات البلطجية وأشخاص لا يعني لم نعلم هويتهم قاموا بالهجوم على المعتصمين السلميين وقاموا بحرق الخيام وإطلاق العير النارية في الهواء والرصاص الحي على المتظاهرين، وكانوا يحملون أسلحة نارية وأسلحة بيضاء أيضا وسيوف، وقاموا بحرق تقريبا معظم الخيام الموجودة في محيط قصر الاتحادية يعني، وكان هناك إطلاق للنار كثيف أمام الباب الرئيسي لقصر الاتحادية دون أي تدخل من أي جهة من الجهات المسؤولة أو الموجودة في محيط القصر. طيب هل قبض على احد؟ للاسف لم يتم القبض على احد في محيط القصر او ممن قاموا بهذه الافعال، ويعني بعدها بمده قصيره حضرت سيارتان مدرعتان من مصفحتان من سيارات وزاره الداخليه وقامت باطلاق حوالي 3 أو 4 قنابل مسيله للدموع لتفريق الناس يعني الجمع الذي اثناء خروج اعضاء نادي هليوبوليس وتجمع الاهالي منطقه مصر الجديده الموجودين في محيط القصر، ولم يتم التحقق من هويه من قاموا بهذا الاعتداء، ولم يتم القبض على احد، اؤكد لم يتم القبض على احد في محيط القصر. انت اشرت الى ان احدا لم يتدخل من القوات الموجوده، من تقصد؟ الحرس الجمهوري مثلا، الامن المركزي؟ أن هناك هنا 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 في محيط قصر الاتحادية الجميع من الكثير من القوات متمركز، قوات الحرس الجمهوري بداخل القصر، قوات الأمن المركزي موجودة في محيط القصر، قوات المباحث الجنائية موجودة أيضا في محيط القصر 24 ساعة لمتابعة المعتصمين. لم يتم تدخل أي من هذه الجهات المسؤولة في يعني أثناء هذا الاعتداء على خيام المتظاهرين وحرقها وإطلاق نار يعني إطلاق نار أمام قصر الاتحادية. هل التقيت بأحد من هؤلاء المعتصمين؟ نعم، المعتصمين يعني هناك أنباء عن هناك إصابات خطيرة، ويعني منذ دقائق جاءتنا أنباء عن حالة وفاة، ولكن المصابين تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة من محيط قصر الاتحادية، ولم يتم القبض على أي من المعتدين حتى الآن. شكرا جزيلا للصحفي أحمد فتحي، كان يتحدث إلينا من أمام قصر الاتحادية، والصور التي نتابعها الآن هي من هذه المنطقة، منطقة محيط قصر الاتحادية. نحاول يعني تلخيص ما جاء في المكالمتين السابقتين. الدكتور محمد سلطان قال، وهو رئيس هيئة الإسعاف، قال إن هناك 14 حالة إصابة، بينها جروح بينها كدمات، وقد نقلت هذه الحالات إلى المستشفيات المجاورة. الصحفي أحمد فتحي يقول إنه حدث عشرات من وصفهم بالبلطجية هاجموا هؤلاء المعتصمين وخيامهم وأضرموا النار في عدد من الخيام، وأن أحدا من القوات الموجودة في المنطقة لم يتدخل تقريبا لا من داخل القصر ولا من خارج القصر. أيضا أشار إلى أن هؤلاء المهاجمين أطلقوا النار من أسلحة نارية كانت لديهم على هؤلاء المعتصمين بجانب سور قصر الاتحادية. نواصل عرض الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. أمر قاضي التحقيق بإدراج 50 شخصية من مسؤولي النظام السابق والشخصيات العامة على قوائم المنع من السفر بعد بلاغات تتهمهم بالفساد والتربع في قضية جمعية الطيارين. تضمنت القائمة الفريق أحمد شفيق ويوسف والي وإبراهيم مناع وزوجته ومنير ثابت وعبد المنعم عمارة وأشرف وطارق نجلي المشير أبو غزالة وفؤاد محمد بدر رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان السابق وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية وشيرين نجلة جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق، كما شملت القائمة عددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
ناشد النائب العام المستشار طلعت عبد الله كل من يمتلك دليلا او شهاده تتعلق باحداث قتل المتظاهرين خلال احداث الثوره ان يتقدم بها فورا الى مقر نيابه الثوره بالتجمع الخامس. وقد بدات نيابه حمايه الثوره برئاسه المستشار عمرو فوزي اجراءات التحقيق في تقرير لجنه تقصي الحقائق. ومن المقرر استدعاء عدد من المتهمين لمواجهتهم بما نسب اليهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكذلك استدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق للاستماع لشهاداتهم. عقدت المجموعة الوزارية الخاصة بالشؤون السياسية اجتماعا برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير لانتخابات مجلس النواب، وذلك بحضور وزراء العدل والشباب والقوى العاملة والإعلام والإسكان والتجارة والصناعة والثقافة والسياحة والتنمية المحلية. كان الدكتور هشام قنديل قد عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية الخاصة بالأمن التي تضم وزراء الداخلية والعدل والإعلام وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات. تناول الاجتماع الجهود الجارية للتنسيق مع عدد من الدول بشأن ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وبحث سبل توفير متطلبات الشرطة من الأجهزة والمعدات. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد، وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية. تواصل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات لإعداد تقرير نهائي حوله. ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة على مجلس الشورى غدا تمهيدا لإقراره وإحالته للمحكمة الدستورية. من جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع رفض الوزارة لمادة تسمح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية بعد 10 سنوات من رد اعتبارهم. من جانبها اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني الحكومة الحالية بأنها لن تتمكن من تحقيق نزاهة الانتخابات، وطالبت الجبهة في بيان لها بتشكيل ما وصفتها بالحكومة المحايدة في موعد أقصاه صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات. وحددت الجبهة في بيانها ضمانات نزاهة الانتخابات في عدة بنود، بينها الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على 2 متتاليين، وإجراء عمليات الفرز وإعلان النتائج داخل اللجان الفرعية. وأكدت الجبهة نيتها حشد مظاهرات في 25 يناير الجاري للتأكيد على ما قالت إنه سعي لاستمرار الثورة من خلال صناديق الانتخابات. نذكر حضراتكم بالخبر الذي بدأنا به هذا العرض. أطلق مجهولون أعيرة نارية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسية وألقوا زجاجات حارقة على عدد من خيام المعتصمين هناك، كما قاموا بالاعتداء على المعتصمين. كنا تحدثنا إلى الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف الذي قال إن هذا الاعتداء أو هذا الهجوم أسفر عن 14 إصابة بين المعتصمين، ونقلوا جميعا إلى المستشفيات، وأن إصاباتهم تتراوح بين الجروح والكدمات. أيضا تحدث إلينا مصدر صحفي هناك قال إنه عشرات المعتصمين الذين يوجدون في خيامهم في محيط قصر الاتحادية تعرضوا لهجوم مباغت من عشرات من أشخاص وصفهم بأنهم بلطجية، وأن أحدا لم يتدخل للقبض على هؤلاء المهاجمين. من شهود العيان في هذا الحادث السيدة شادية صابر وهي معي الآن على الهاتف. أستاذة شادية مساء الخير. ألو أستاذة شادية.
ايوه يا فندم. حضرتك ساكنه في المكان ولا كنت مجرد مرور من الشارع؟ لا انا مجرد ان انا كنت قاعده مع الناس ديت، فوجئنا حوالي 150 واحد داخل بسيوف وبيجروا كلهم على الخيم وعلى الشباب اللي كانوا قاعدين، ضربوهم بالسيوف وضربوا بخرطوش وحرقوا تقريبا 10 خيم، ودلوقتي في مصابين 25 مصاب من الشباب اللي صور، وفي 11 جندي من الامن المركزي اتضرب بخرطوش هو وضابط عشان كانوا بيدافعوا عننا، لما المدرعة دخلت ورمت الغاز لما فرقت الناس دي. طيب أستاذة شادية، لأنه البعض قال لنا إن أحدا لم يتدخل لمنع المهاجمين من هذا الهجوم، ولكنك تقولين إنه قوات الأمن المركزي تدخلت لحماية المعتصمين. نعم نعم تدخلت، لأن طبعا هم دخلوا مفاجأة لينا، لأن إحنا ما كناش عارفين إن في حد جاي. عمال ما الجيش عمال ما الداخلية جت، كان في أكتر مننا اتضربوا، وطبعا المدرعة لما دخلت رمت عليهم الغاز هي اللي فرقتهم، وراحوا ضاربين على العساكر اللي داخلين وعلى الضابط الخرطوش. يعني طيب انت معتصمة أستاذة شادية من ضمن المعتصمين وضابط غير 25 من الثوار. طيب أستاذة شادية، انت احدى المعتصمات في المكان. نعم. طيب ايه الوضع الان بعد هذا الهجوم؟ نعم. ايه الوضع الان؟ هل لازلتم في مكانكم؟ زلنا في مكاننا ومش هنسيب المكان، لان احنا ما نعرفش مين اللي دخلوا علينا دي، لان دي رساله ما بيني وما بين ربنا ما اقدرش اقدم حد. طيب استاذه شاديه، يعني هل رايتي هؤلاء المهاجمين؟ هل رايتي وجوه بعضهم؟ نعم نعم نعم، شباب صغيره في حدود 20 او 22 سنه. كان معاهم قلتي سيوف؟ معاهم الازايز اللي فيها اللي بيقولوا عليها بريتوف دي، ومعاهم الخرطوش، انا معايا حاليا دلوقتي خرطوش فارغ، ومعاهم السيوف ومطاوي. طيب كم هم عدد المعتصمين قبل ان يتعرضوا لهذا الهجوم؟ نعم، كم عدد المعتصمين الان في محيط قصر الاتحاديه؟ حوالي 100. والآن هل هناك أي زيادة في هذا العدد المعتصمين بعد الهجوم؟ نعم نعم نعم، في ناس ضموا معنا حتى من مصر الجديدة، من حوالين الاتحادية شوارع الخلفية هم ضموا معنا، وفي ناس إن شاء الله جايين من التحرير. طيب أستاذة شادية، هل أنت تأكدتي من أن نعم؟ هل تأكدتي من أن قوات الأمن المركزي حاولت مثلا القبض على هؤلاء المهاجمين؟ هم لما جم المهاجمين جريوا، ما حدش مسك منهم اي حد، بس هم كانوا بيدافعوا عننا، الداخليه دافعت عننا بدليل ان هم كمان اتعوروا او اصابوا بمعنى اصح. طيب شكرا جزيلا للسيده شاديه صابر، هي احدى المعتصمات في محيط قصر الاتحاديه، وأشارت إلى أن عشرات المهاجمين باغتوا المعتصمين في قصر الاتحادية أو في محيط قصر الاتحادية، وأنه وقع حوالي 25 مصاب من بين المعتصمين. قالت أيضا إن هذا الحادث أسفر عن إصابة ضابط وأحد عشر جنديا من جنود الأمن المركزي الذين دافعوا عن المعتصمين. معي أيضا من محيط قصر الاتحادية الزميل مجاهد شرارة. أهلا مجاهد. أهلا بك أستاذ خالد. هل كنت موجود هناك مجاهد عندما وقع الهجوم؟ لا لم أكن موجود، وصلت منذ قليل إلى محيط الاتحادية. الوضع الآن هادئ، لكن أرى سيارات الإسعاف تقف حول في شارع المرغني، هو الشارع الذي حدث فيه الحرائق. أرى كذلك أثر الحرائق التي نشبت بالخيام التي كانت منصوبة عند سور نادي هليوبليس المقابل لقصر الاتحادية. الآن المعتصمون قاموا بغلق
إحدى الطرق، وكذلك قامت قوات الشرطة بغلق الطرق المؤدية إلى قصر الاتحادية من ناحية صلاح سالم فور بدء الاشتباك أو بدء الهجوم على المعتصمين. وفور وصولنا إلى هذا المكان، الآن الجدير بذكر الآن أن الطريق القادم من صلاح سالم تم فتحه بعد أن مغلقا منذ حوالي ثلث ساعة، لكن الطريق الآخر قام المتظاهرون أو المعتصمون الآن بغلقه في محيط الخيام المنصوبة أمام قصر الاتحادية من ناحية نادي هوليوود في شارع المرغاني. بالفعل الأعداد منذ أن وصلت بدأت تزداد، بدأت أعداد تأتي لتعرف ماذا حدث ولتضامن مع المعتصمين أمام قصر الاتحادية. كذلك أيضا تم وضع بعض الأشجار، أقطار الأشجار والأسلاك الشائكة حول الخيام خوفا من مهاجمة المعتصمين مرة أخرى. الخيام الآن لا يوجد بداخله أحد لأن الجميع خرج من خيامه لفور يعني بدء الهجوم على المعتصمين. بعض شهود العيان، أحد شهود العيان هنا في المكان هو غير من غير المعتصمين، لكنه متواجد طبقا لطبيعة عمله في المكان عما حدث. حكى لنا قصة والعهد عليه كشاهد عيان أن في الساعة الرابعة عصرا من عصر اليوم كان رجلا مسنا يمر أمام قصر الاتحادية، نشب بينه وبين بعض المعتصمين مشاجرة لفظية، تصاعد الأمر إلى الاشتباك بالأيدي وضرب الرجل، فتوعدهم الرجل. مرت حوالي ثلاث ساعات، أتت سيارة ميكروباص من إحدى الشوارع الجانبية لقصر الاتحادية، نزل منها مجموعة من الفلاحين سواء بالخرطوش أو بالأسلحة الحادة، وقاموا بالفعل بإلقاء زجاجات الملتوف على بعض الخيام، وقاموا بإطلاق رصاص الخرطوش على المعتصمين من جهة المعتصمين، وكذلك من جهة الأمن عندما بدأ الأمن يتدخل وقاموا ولازوا بالفرار. وهذا شاهد العيان قال لم أرى أحد تم القبض عليه بعد ذلك، لأن الجميع أصبح منشغلا بالمصابين وبالحرائق. تدخلت قوات الدفاع المدني بسيارة إسعاف، ويعني أنا وجدتها فور وصولي، وأنا أقف الآن عند مرمى المياه التي قامت بإلقائها على الخيام لإخماد الحرائق، وهي الآن لا توجد حرائق في المكان. هو المعتصمين الآن يقفون، وكذلك بعض الشباب الذي أتى للتضامن ولمعرفة ماذا حدث خلال هذه الفترة من هذا الهجوم، مع تأكيد بعض المعتصمين على استمرار الاعتصام وعلى أن استهداف الخيام أو استهداف المعتصمين لن يثنيهم عن الاستمرار في الاعتصام. هم يرون أن قضية الاعتصام قضية عادلة وهذا حق من حقوقهم ولابد أن يستمروا في ذلك. قلنا أن بعض المحاولات لإفشال الاعتصام أو نهائه قبل 25 من يناير المقبل ستبوء كل المحاولات بالفشل. أرى الآن مجموعة من الشباب الصغار ينضمون إلى المعتصمين أمام قصر الاتحادية ويهتفون ضد الرئيس، ويعني يدخلون الآن إلى الاعتصام ليجتمع عدد المعتصمين حاليا أمام قصر الاتحادية أو المتضامنين معهم، يعني عشرات من المعتصمين أمام قصر الاتحادية. طيب الوضع الحالي مجاهد، من قوات الأمن موجود الآن في المكان؟ يعني أرى أن قوات الأمن المركزي وقوات الأمن عموما، يعني قوات الأمن وزارة التابعة لوزارة الداخلية تقف عند مدخل شارع المرغني من ناحية صلاح سالم، كانت أغلقت الطريق المؤدي إلى قصر الاتحادية فور بدء الحريق، والآن فتحوا الطرق. هناك عدد من سيارات الأمن المركزي متواجدة، هذا هو شكل الأمن المتواجد، إلى جانب أيضا سيارات الإسعاف، عدد من سيارات الإسعاف متواجدة حول قصر الاتحادية. أما المكان وأيضا هناك عدد، أرى الآن ثلاث سيارات من الإسعاف تقف مجاورة للخيام المعتصمين،
ربما لإسعاف البعض أو النقل البعض إلى المستشفيات، لا يعني لا توجد لدي معلومات هل تم نقل بعضهم إلى المستشفيات أم لا، لكن هناك تأكيد أن هناك بالفعل مصابين من بين المعتصمين جراء إما حرق القيام وإما إطلاق الزجاجات المولوتوف أو قصفهم بطلقات الخرطوش التي انطلقت من قبل المجهولين الذين هاجموا الخيام منذ نصف ساعة. شكرا، شكرا جزيلا لزميل مجاهد شرارة، معي أيضا من محيط الاتحادية الأستاذ أحمد فتحي شاهد عيان. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. هل تعمل في هذه المنطقة أم كنت مجرد مار من المنطقة؟ لا أنا موجود مع المعتصمين منذ فترة، يعني موجود معهم. أنت أحد المعتصمين يعني؟ منذ فترة بسيطة حدث أن هناك مجموعة من الأشخاص لم نعرف هويتهم، أهم بلطجية أم تابعين لمن، عدد كبير جدا كانوا يحملون الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وقاموا بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المعتصمين وقاموا بحرق جميع أو معظم الخيام الموجودة في محيط قصر الاتحادية. طيب أستاذ أحمد، يعني أنت أحد المعتصمين في المكان؟ نعم أنت أحد المعتصمين في المكان. أنا موجود يعني بصفة ما موجود في المكان، ولكن المعتصمين يعني تم حرق الخيام وتم الاعتداء عليهم من خاص لم تعلم هويتهم حتى الآن. الأجهزة قامت بتدخل بعد أن تم حرق الخيام، يعني قاموا بإطلاق ثلاث قنابل مثيرة للدموع، ويعني بعد أن تم الاعتداء على المعتصمين وحرق خيامهم وحدوث بعض الإصابات. أستاذ أحمد، أنت شفت المهاجمين؟ نعم، هم أشخاص ملثمون حضروا من الشوارع الجانبية المحيطة بقصر الاتحادية وكانوا يعني ملثمون ولم يتم التعرف عليهم او لا يتم القبض على احد حتى الان. طيب يعني لانه مراسلنا في المكان قال لنا نقلا عن احد شهود العيان ان سياره كانت محمله بفلاحين ربما كان من زيهم، هل بالفعل كان هناك ناس يلبسون مثلا الجلابيه؟ هم من لهجتهم طبعا اثناء الهجوم لم يتم يعني لم يكن احد يقف في وجههم لانهم حضروا فجاه وكانوا يعني كانوا يرجون بسرعه نحو الخيام ونحو المتظاهرين، وحينما دخلوا محيط القصر قاموا باطلاق النار مباشره يعني بصوره مباشره على المعتصمين، ولكن يعني من لهجاتهم هم ينادون على بعضهم البعض، اعتقد انهم ليسوا قاهريين. طيب شكرا، شكرا جزيلا للأستاذ أحمد فتحي شاهد عيان في محيط قصر رئاسية. وزارة الداخلية أصدرت بيانا يقول أنه بتاريخ مساء اليوم 12 من يناير الجاري قام مجهولون بإلقاء زجاجات المولوتوف تجاه خيام المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية. على الفور قامت قوة من الأمن المركزي المكلفة بتأمين المنطقة بمطاردة تلك العناصر التي قامت بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه قوة الشرطة وفروا هاربين. أسفر ذلك عن نشوب حريق في أربع خيام وإصابة ضابط بالأمن المركزي وستة مجندين بطلقات خرطوش، وقد تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية المختصة للتعامل مع الموقف حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين من قوات الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتكثف حاليا أجهزة البحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها. كان هذا ما صدر عن وزارة الداخلية قبل قليل. معي الآن في الأستوديو اللواء علاء عز الدين الخبير الاستراتيجي والأمني، أهلا وسهلا.
اهلا سيادتك. اولا بس اتاكد انا مش خبير استراتيجي وامني. انا مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه السابقه. مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه سابقا وليس خبيرا امنيا ولا استراتيجيا. طيب كيف تقيم على الاقل من الناحيه الامنيه، كيف تقيم ما حدث اليوم؟ عشرات من المهاجمين هاجموا عشرات المعتصمين، قوات الامن تدخلت لكنها لم تستطع يعني القبض على اي من هؤلاء المهاجمين. من الواضح ان دي عمليه مفتعله، يعني القصه او الروايه اللي حكاها احد الموجودين وقال ان راجل عجوز ماشي وحصل احتكاك بينه وبين بعض المعتصمين لا تصل الى حاله ان هذا الشخص يجيب ناس ويضرب نار، موضوع منظم بشكل جيد. في اطراف يزعجها هذا الاعتصام في هذا التوقيت بالذات، ومن مصلحتها ان تفرق هذه الاشخاص او هؤلاء المعتصمين. من غير ما نشير الى طرف، نبحث عن المتضرر من الاعتصام، نعرف مين اللي وراء هؤلاء البلطجية. رغم أن الاعتصام حق أقره الرئيس محمد مرسي وأعلنه أكثر من مرة. أنت من وجهة نظرك من المستفيد؟ المستفيد المتضرر، نقول المتضرر من تواجدهم المتضرر الإخوان المسلمين. عشان بس نبقى واضحين، وأنا ليس ضد الإخوان المسلمين ولكن ضد الممارسات اللي بتتم بعد ما كان الأول بيبقى حق التظاهر وحق الاعتصام في أي مكان، زي ما نتذكر الدكتور سعد الكتاتني أيام المعتصمين قدام وزارة الدفاع قال من حق الثوار أن يعتصموا في أي مكان وعلى أجهزة الأمن أن توفر لهم الحماية. ولكن ألا يمكن ذلك نوع من دق إسفين بين جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين؟ وارد جدا، وارد جدا، ولكن الحقيقة الممارسات اللي تمت وما حدث في الاتحادية من تواجد وحشد للإخوان المسلمين وضربهم للمعتصمين هناك، واحنا شفنا الكلام ده صور فيديو على التلفزيون، مش انا اللي بحكي ده، احنا شفناه كلنا على التلفزيونات، بالتاكيد يبين ان هؤلاء او هذا الطرف تضرر وحاول بقدر الامكان، ولكن الضغط الشعبي والراي العام خلاه يتراجع شويه فبدا يلجا الى اساليب اخرى. لكن لابد ان نعلم ان هذا المكان الحيوي اللي هو قصر الاتحاديه محاط بكاميرات تلفزيونية، المفترض أن تكون صورت الحدث بالكامل، والمفترض أن أجهزة الأمن عن طريق هذه الكاميرات والأشرطة المسجلة تقدر تجيب هؤلاء البلطجية. طيب هو هناك شيء من يمكن أن نسميه مشكلة أو معضلة، أن قوات الأمن الموجودة في هذا المكان ربما تكون تابعة للشرطة وتابعة للجيش، الحرس الجمهوري ربما يتدخل إذا أحس أن أسوار القصر الرئاسي تتعرض للخطر، هذه مهمته. ده حق لي، حق لي ومهمته الأساسية. طبعاً واجب. الأمن ربما، أمن الشرطة ربما يكون عمله في الشارع، ولكن هل تعتقد أن حرم القصر الرئاسي ربما كانت أيضاً حقلاً للنشاط من جانب الحرس الجمهوري يمكن أن يتدخل في الشارع؟ المفروض أن المنشآت الهامة كلها ليها حرم، منطقة يحظر الاقتراب منها، يعني غير مسموح أن المعتصمين يبقوا قاعدين جنب السور ويلزقوا في السور، لأن لو غفلت عنهم العين ممكن، وإحنا شفنا قبل كده محاولات اقتحام قصر الرئاسة، وده مش مقبول، لأن برضو قصر الرئاسة بيمثل سيادة للدولة وهيبة للدولة، غير مقبول محاولات اقتحام. في ظل الفترة اللي فاتت اللي هي الاعتصام اللي تم عند الاتحادية، وشفنا شهادات رجال الشرطة أن كان الاعتصام بمنتهى الهدوء والاحترام قبل ما يحصل التصادم اللي تم في آخر مرة، بالتالي كان ممكن أجهزة الشرطة، وأنا أتوقع أن ده لو تم هيلاقوا استجابة، يزيحوا المعتصمين خارج الحرم حتى نضمن ألا يحدث أي احتكاك بين المعتصمين والقوات المكلفة بحماية القصر. هو لم يحدث من قبل أن حدث أي نوع من أنواع الاحتكاك. كويس، ما احنا بنقول النهاردة لما المعتصمين يطلعوا خارج حرم القصر الجمهوري فده بيؤمن ليهم الحماية عشان ما حدش يحتك بيهم، وفي نفس الوقت بيوفر لأجهزة الأمن فرصة لأداء واجبهم والدفاع عن القصر من خلال. طيب حضرتك ضابط سابق في القوات المسلحة، يعني هل مهمة الحرس الجمهوري قاصرة على ما يمس هذا الحرم للقصر؟
أم أنهم ربما تكون لديهم صلاحيات للتعامل مع أعمال الشغب في خارج هذا الحرس؟ الحرس الجمهوري غير مكلف بالتعامل مع أعمال الشغب في الشارع على الإطلاق. الحرس الجمهوري ليه مهام محددة، أهمها في هذا المكان الدفاع عن القصر الجمهوري، لكن لا يتعامل مع المتظاهرين في الشارع. وبرضو احنا عقيدة القوات المسلحة، لان الحرس الجمهوري جزء من القوات المسلحة بالتأكيد، عقيدة القوات المسلحة الا توجه او الا تتعامل بعنف مع اي متظاهر او معتصم الا اذا اعتدى عليه، يعني برضو عشان نقدر ان احنا نحكم صح. اذا حدث اعتداء لابد ان فرض القوات المسلحة يدافع عن نفسه وفرض الشرطة يدافع عن نفسه، لكن في الوضع الحالي قوات الحرس الجمهوري تتفادى التعامل مع المعتصمين في الشارع، ولها مجال عمل وهو داخل القصر ومحيط حرم القصر بالضبط. الشرطة المدنية اللي هو التابعة لوزارة الداخلية مهمتها التعامل مع أحداث الشغب، والحقيقة في خلال الفترة السابقة احنا شفنا أداء قوات الشرطة، زي ما أحد المتصلات قالت إن قوات الشرطة كانت بتوفر لهم الحماية، وهذا واجب محترم جدا عليهم ان هم يوفروا الحمايه، وواجب عليهم ايضا ان يتابعوا ما تم تسجيله من خلال الكاميرات التلفزيونيه عشان يصلوا الى الفاعلين في هذا الموضوع. طيب سواء بقى حاولوا يدقوا اسفين بين المعتصمين وجماعه الاخوان المسلمين ايا كان الهدف، سواء ايا كان اللي وراهم مين لازم يتجاب لازم. طيب انت حضرتك ذكرت ان هناك كاميرات، وبالتاكيد هذه الكاميرات ربما صورت ما حدث المفروض، ولكن الامر معروف منذ اسابيع طويله بان هناك معتصمين في منطقه قصر الرئاسه، الان هم تعرضوا لهذا الهجوم، لم يستطع الامن ان يقبض على احد من هؤلاء، هذا ما نعلمه حتى الان. هل تعتقد أنه كان من الواجب أن تكون هناك حماية دائمة متيقظة لهؤلاء المعتصمين كي لا نقع في مثل هذه المشكلة؟ تواجد قوات الشرطة إن كانت هتحمي المعتصمين ليس بفرض كردون حواليهم على سبيل المثال كما يحدث في بعض البلدان، لأن حاليا احنا عارفين قوات الشرطة محملة بأعباء كثيرة جدا، مطلوب منها جهد مضاعف لمحاولة استرجاع الأمن في الشارع المصري، فتواجد جزء من قوات الشرطة هدف منه حماية برضو أيضا القصر الجمهوري وحماية المعتصمين، بدليل أن أول ما حصل ضرب النار بدأوا أن هم يطاردوا البلطجية، ولكن عدم النجاح في القبض على أحد البلطجية بل إصابة ضابط وبعض المجندين ده يعني أظن أنه سيكون دافعا لوزارة الداخلية أن تسعى للوصول إلى هؤلاء ومن وراءهم، حتى يعني لا يعتاد البلطجية أن يفعلوا الفعل ويفروا هاربين بدون أن يقبض عليهم، بل لابد أن تكثف الجهود الحقيقة عشان نقدر نعرف مين اللي ورا الناس دي ويتجابوا ويتحاسبوا في أسرع وقت ممكن. طيب ربما كان هذا الأمر يثير مخاوف كثيرة وكبيرة لدى عديدين، هناك استعدادات الآن لمسيرات لمظاهرات لمليونيات لاحتجاجات ربما في 25 من هذا الشهر، هل تعتقد أن ذلك ربما ينبئ عن أن الوضع ربما يتحول إلى وضع خطير إذا لم تقم القوات المسؤولة عن إقرار الأمن خاصة قوات الشرطة بدور كبير قبل هذه التجمعات التي ربما تزيد على الملايين؟ بالتأكيد الحادث اليوم سيزيد الوضع تأزما، ولكن أيضا المعتصمين يجب أن يلتزموا بسلمية الاعتصام، يجب أن لا يقتربوا من القصر، محاولات الهجوم على القصر غير مقبولة، محاولات استخدام العنف مع قوات شرطة أو معارضين لطرف أو آخر غير مقبولة، يعني الواحد يدعو الحكماء أو المسؤولين عن هذه الاعتصامات مناشدة الجموع الالتزام بالسلمية حتى لا يعطي مبرر في استخدام العنف معه. هو في معظم الأحيان سيادة اللواء معظم الأحيان تبدأ العملية سلمية وتعود مرة أخرى مزبوط. الطرف الثالث مظبوط ما عشان كده احنا نناشد بقى إذا حدث عنف فلينسحب المسالم، إذا حدث عنف في مكان ما هو ممكن الطرف الثالث ده اللي بيجي يتدخل للإيقاع بين وبين يحدث عنف معين ويجابه بعنف والمسألة تزيد وتوسع. لا أنا بأطالب في حالة حدوث عنف
المعتصمين السلميين ينسحبوا من المكان حتى يتواجد فقط في دائرة العنف البلطجية. ولكن ربما يكون ذلك أمرا صعبا في التجمعات الكبيرة، يعني تجمعات فيها عشرات الآلاف، كيف يمكن أن ينتقل عشرات الآلاف وهم بينهم مثلا عشرات المندسين؟ يعني إذا كان بينهم عشرات المندسين فليقبضوا عليه. يعني إذا النهاردة إحنا لو عشرات الآلاف مسالمين ومعتصمين سلميا ولقوا بعض منهم بيلجأ إلى العنف، إذا كانوا منهم فعلا فليهدئوهم، إذا كانوا خارجين يقبضوا عليهم وسلموهم للشرطة. يبقى أنا النهاردة ما أديش فرصة للطرف اللي قدامي أنه يستخدم عنف ضدي، وفي نفس الوقت نحاول نحافظ على مصر، لأن مصر دلوقتي طيب. بتتشرذم بشكل الحقيقة مريع. يعني هل تعتقد أن من الإجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها من الآن وحتى هذه المظاهرات المنتظرة في 25 من يناير أن تنصب مزيد من الكاميرات الدقيقة التي تصور كل أرجاء مثلا ميدان التحرير؟ ده المتوقع اللي يكون حصل. يعني حصل اعتصام عن الاتحادية، حتى لو ما كانش فيه كاميرات وده طبعا مش صحيح، ينصب كاميرات ميدان التحرير، ينصب كاميرات في كل الأماكن التي ينتظر أن يكون هناك تجمعات، أولا حماية لهم من أي هجوم، وفي نفس الوقت لرصد أي تجاوزات منهم، عشان محدش يرجع يقول لا لم يحدث كذا. لا، يبقى في كاميرات مسجلة، لا نعتمد على شهادات يشكك البعض فيها، لكن تسجيلات موجودة مصورة نقدر نوصل للشخص الذي ارتكب الجرم. ده هيسهل كتير قوي ويقدر يخلينا نوصل لمين وراء الأحداث اللي دائما تثير الدماء في مصر. طيب اسمح لي سيادة اللواء أن يكون معنا الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أستاذ حافظ، يعني موضوع الاعتداء أو مهاجمة المعتصمين أو المحتجين أو ما كان يسمى في الماضي بالطرف الثالث أو اللهو الخفي كما كنا نسميه، كيف ترى ما حدث الليلة؟ طبعا ده انا بعتقد ان ده شيء خطير جدا لسببين. السبب الاول انه لا يعقل ان يكون امام مقر الحكم، مقر رئاسة الجمهورية، ان امكانية ان يمر شخص بسلاح او بمولوتوف ده معناه انه يعني الدولة نفسها ورأسها في خطر. فبالتالي ما حدث يعني من هذا النوع يعني ثغرة امنية خطيرة، لانه يعني ان يكون بالسهوله ان تاتي سيارات او سياره وبها اشخاص مسلحين امام قصر الرئاسه ويطلقون المولوتوف، وده امر محتاج اعاده نظر الخطه الامنيه في هذا المنطقه بشكل عام. النقطه الثانيه انه الاعتداء على المتظاهرين قبل 25 يناير بدا علامات استفهام في الحقيقه، من الذي يريد ان يعني ينهي الوجود للمعتصمين سلميا امام القصر؟ وده في الحقيقه يعني ليست اللغه المطلوبه بعد الثوره. نحن نتحدث عن عمل سلمي، اي احتجاج يجب ان يكون سلميا، واي احتجاج مقابل يجب ان يكون سلميا ايضا، ونبذ العنف وعدم استخدام العنف على الاطلاق، لان الضحايا في كل الاحوال هم مصريون في الحقيقه خطر، ولا يجوز ان احنا نستبيح الدم المصري باي شكل من الاشكال. نحن مصر تندفع في اتجاه خطير، وهذه الخطوره تتطلب تحرك سريع، سواء على مستوى ازاله الاحتقان السياسي بشكل عام في مصر، وحوار وطني ان الجميع يلتف حول خطه للمستقبل، ويعني نتوافق على خطوات محدده لإزالة الاحتقان السياسي القائم والعودة إلى العمل بشكل مشترك بين كل القوى السياسية. لكن الآن بهذا الشكل هذا جرس إنذار بأننا ذاهبون إلى المجهول. المجهول هو ما أقصده هو العنف، وانطلاق العنف في مصر سيؤدي إلى لا استقرار ولا تنمية اقتصادية ولا تنمية سياسية ولا دولة سيادة القانون ولا دولة حقوق الإنسان. كل هذه أهدافنا التي نتمناها. طيب أستاذ حافظ، هل أنت مع ضيفي في رأيي؟ ضيفي هو اللواء علاء عز الدين، وهو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا، ويقول عندما نريد أن نعرف من الجاني نبحث عن من المتضرر من وجود هؤلاء المعتصمين أمام قصر الاتحادية.
يعني طبعا اتفق تماما مع هذا القول، لكن انا كمان يعني بشعر بالقلق لانه بقالنا فتره في عنف. لازم ننظر للكم شهر الماضي كيف ماذا حدث. حدث اعتداء على الاعلاميين امام مدينه الانتاج الاعلامي، حدث عنف ضد جريده الوفد ومحاوله حرق مقر جريده الوفد وحزب الوفد، وبالتالي حصل اختطاف لبعض النشطاء والاعتداء عليهم. ففي اتجاه بتصاعد اعمال عنف، في عنف حصل في ميدان التحرير، وبالتالي يعني هذا التصاعد في العنف وهو ضد المحتجين بشكل عام وضد القوى المعارضه يضع علامات استفهام ويجعلنا يعني يجب ان يعني نقتحم هذه الأزمة بجرأة كبيرة. في احتقان في المجتمع المصري يحتاج إلى يعني مبادرات قد يكون يعني تستبق هذه الموجة من العنف التي لن تترك ولا يعني لا أخضر ولا يابس في مصر. شكرا جزيلا للأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وأعود إلى ضيفي في الأستوديو اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا. ما الذي يجب عمله ونحن مقبلون كما أشرنا قبل قليل لتجمعات ربما تكون كبيرة أو أكبر مما رأيناه في السابق، ليس فقط في القاهرة ولكن أيضا في المحافظات بمناسبة يوم 25 يناير؟ رئيس الجمهورية والمسؤولين الآن عن الحكم في مصر يجب عليهم أن يراعوا نقاط الاختلاف بينهم وبين المعارضين، وهذا حق للمعارضة أن تنتقد، وواجب على النظام الحاكم أن يستمع إليهم وإلى ملاحظاتهم، ومحاولة إقناع كل طرف للآخر بشفافية ووضع مصلحة مصر أولا. الحقيقة يعني وعفوا في هذه اللفظة، كثيرين جدا مصر بالنسبة لهم سالسة، يعني المفروض مصر أولا، لا ده دلوقتي أنا ثم أنا ثم مصر يعني. لكن إذا النظام الحاكم وضع المصلحة، وأنا أتمنى هذا ونتوقع هذا، مصلحة مصر أولا، ويجلس مع المعارضين ويبقى هناك رغبة حقيقية في الإصلاح ونبحث نقاط الاختلاف وما يطمئن المعارضة. يعني النهاردة المعارضة الآن من قانون الانتخابات والإشراف القضائي، طب نوفر هذا إذا كان لدينا النية في الإصلاح فعلا، سد الثغرات أو سد الذرائع عشان ما خليش اللي قدامي يلجأ إلى لغة الاحتجاجات والتصعيد والتهديد وكذا وكذا، وبالتالي الطرف الآخر ومن يدعمه يبدأ يحاول يرد على هذا، ومن هنا يأتي العنف. على الجانب الآخر من المعارضة لابد أن تلجأ إلى التهدئة، ليس بالضرورة أن نشحن الجماهير في 25. إذا كان شحن الجماهير هيتم في 25، يعني لو عدى يوم 25 يناير ولم يتم الثورة، ألا يستطيع الشعب المصري استرداد حقوقه بشكل في وقت آخر؟ يقدر في أي وقت، بس لما الموضوع يتضح أن هناك عدم رغبة في الحل. لكن ما نسبقش الأحداث ونقعد على الطاولة، وبعدين عندنا فرصة انتخابات مجلس الشعب. يعني أنا أرى أن التيار الإسلامي للأسف فقد الكثير من تأييد الشعب المصري في خلال الفترة السابقة نتيجة أعمال العنف ونتيجة التصريحات غير المسؤولة اللي صدرت ممن يحسبون على الرئيس محمد مرسي، وللأسف أضروه. يعني الرئيس محمد مرسي كشخص نتمنى يعني وندعو الله أن يكون يعني عند حسن الظن، لكن من يدلونا بتصريحاته، طبعا مش هأشير لتصريح عصام العريان وعصام الحداد اللي هو أدان المحكمة الدستورية وقال إنها أحد عناصر الثورة المضادة، وبالضبط كأن واحد بيقول معلش يا جماعة أنا ابني حرامي، يعني هو في كلامه المحكمة الدستورية، وأساء للرئيس محمد مرسي. عصام العريان طبعا ما حدث منه، وهكذا وغيره غيره، بالإضافة إلى الدعوات اللي بتنتهج العنف من بعض المشايخ. وعلى الجانب الآخر في بعض المشايخ في قمة الرقي في دعوتهم إلى التوحد والتسامح. طيب أنت سيادة اللواء تحدثت الآن عن الجانبين السياسي وربما الدعوي، إذا تحدثنا أمنيا ما الذي يمكن أن نتوقع الجهات الأمنية تقوم به استعدادا لهذه المناسبة؟ الجهات الأمنية المهمة الأساسية لها هي حماية منشآت الدولة وممتلكات الشعب، هذه هي المهمة الرئيسية
التي يجب أن تكلف بها أو تعمل على تأديتها، لأن دي فلوس الشعب. فحماية المنشآت الهامة، حماية المرافق العامة للشعب، منشآت محطات الكهرباء، المياه، كل ما يمكن أن يتعرض لا قدر الله خسائر تؤثر على البنية الأساسية وعلى مصالح الشعب المصري. على الجانب الآخر المباحث بقى أو الأجهزة، أجهزة جمع المعلومات تبدأ ترصد مين المحرضين لأعمال العنف من دلوقتي. طيب مين بيتلقى أموال سواء من الخارج أو من الداخل، مين بيجمع بلطجية، مين بيسعى إلى كذا، ولا غبار إطلاقا أنها تشتغل يعني بقدر الإمكان تقدر تجمع معلومات. طيب. عن هؤلاء، ولو حتى تنفذ ضربات استباقية، يعني انها تلقي القبض على بعض المشتبه فيهم مش عيب اذا كانوا هؤلاء هم من وراء العنف، حتى نجنب البلاد لا قدر الله مزيد. طيب سنعود الى هذه النقطة بعد قليل. انا معي على الهاتف الان الاستاذ محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. استاذ محسن، ما الذي تقرؤونه في هذا الهجوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحقيقة بعتذر ان الثورة المضادة ستستمر ما لم تقم الدولة باتخاذ اجراءات صارمة حيال المحركين لها والمخططين والمنفذين. لا يمكن بحال من الاحوال ان اتصور انه موضوع زي او احداث زي احداث اليوم الا ان تكون من تخطيط الثورة المضادة، لانه نمرة واحد عايزين يدوا صورة للعالم ان مصر ما زالت غير مستقرة غير امنة، فيضعف السياحة، يضعف الاقتصاد، يضعف فرص المستثمرين. والامر الثاني انه يبقى تهيج لمشاعر المصريين على انه في ما زال احتقان، وان اختلافات القوى السياسية تصل الى مسألة العنف، وهذا غير صحيح. والنقطة الأخرى وهي أنه استعداد ل 25 يناير، اللي بيستعد ل 25 يناير أكيد في صوار صادقين بيحتفلوا بيعتزوا بهذا اليوم، وفي عمليين يريدون أن يحولوا من 25 يناير إلى ثورة إنتاج، ثورة طاقات، ثورة تأسيس لنهضة مصرية عظيمة. وفي تخطيط بردك للثورة المضادة ان عايزة ترجع 25 يناير الى الفوضى والى انتشار البلطجة. الحقيقة المشهد السياسي يلزم منا كدولة ويلزم منا كقوة سياسية ان احنا باتخاذ اجراءات حيال كل ما يعرض مصر لمخاطر، لانه الان مصر تعطلت سنتين عن ركب تطلعها للحضارة والنهضة، فبالتالي استمرار هذه الفوضى واستمرار هذه الاعتداءات واستمرار هذه الصورة التي تسيء إلى مصر وتسيء إلى المصريين لا يمكن بحال من الأحوال السكوت عنه. طيب أستاذ محسن، بماذا ترد على من يقول أنه ربما أصابع الاتهام قد تشير إلى جماعة الإخوان المسلمين على أساس أنهم هم المتضررون من وجود هؤلاء المعتصمين حول القصر الذي يجلس فيه ممثل الإخوان المسلمين أو أحد أفراد الإخوان المسلمين وهو الرئيس محمد مرسي الآن في قصر الرئاسة؟ كلام غير صحيح. الرئيس محمد مرسي أصبح رئيس لكل المصريين، والإخوان المسلمين جزء من الشارع والشعب المصري. لا يمكن بحال من الأحوال أن يختزلوا مصر في مصلحة إخوان المسلمين، لا يمكن بحال من الأحوال. الاعتصامات بقالها سنوات موجودة، وإحنا بنعلنها وبنقولها وبنأكد أهو مرة تانية زي ما الرئيس الجمهورية أكد، قال من حق كل مصري أن يعتصم في أي وقت وفي أي مكان ما لم يعطل أي مؤسسة أو يمنع حركة مرورية. طيب أستاذ محسن، أنتقد أستاذ محسن التظاهر أو الوقفات أو الأماكن للاعتصامات وبعدين أرجع تاني أعتاد عليها، لا يمكن بحل الأحوال، غير مقبول. سياسة الإخوان المسلمين سياسة واضحة، سياسة الإخوان المسلمين لا تعرف العنف ولا تعرف البلطجة. طيب أستاذ محسن،
ربما من يقول ذلك من يتهم الإخوان المسلمين يقيس على أحداث الاتحادية الأخيرة التي يعني دخل فيها شباب الإخوان إخوان المسلمين إلى هذه الساحة رغم علمهم بوجود معتصمين ومتظاهرين من تيارات أخرى غير إسلامية. الموقف مختلف تماماً، لأنه عندما أنهى المعتصمون باعتصامهم وذهبوا إلى ميدان التحرير ولم يبقى إلا عدد لم يتجاوز أصابع اليد، قرر الإخوان المسلمون بإعلان أمام كل المصريين أنهم سيكون لهم وقفة عند الاتحادية، وقفة تأييد. لم يكن هذا خلفة ولم يكن هذا تخطيط بليل، إعلان تماما. وكان الإخوان المسلمين بيظنوا من المعتصمين اللي هم كانوا فضوا اعتصامهم وذهبوا إلى ميدان التحرير أنه لن يعودوا، وتركوا المعتصمين اللي كانوا موجودين لولا أن هناك بعض المناوشات التي والاحتكاكات ظهرت، وهذه كانت أمام كاميرات التلفاز في كل مكان أن الاحتكاكات لم تكن بهدف إقصائهم، وإنما ذهب هؤلاء المعتصمين ليأتوا بآخرين واستخدموا صور العنف، وبالتالي كان الإخوان المسلمين بيدافعوا عن أنفسهم، ودي الصورة اللي كانت موجودة، ما كانتش صورة فيها خلسة. وأصيب الإخوان المسلمين أكثر. طيب شكرا، واستشهد منهم أكثر. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، معي أيضا من أمام الاتحادية الصحفي أحمد فتحي. أستاذ أحمد، كيف هو الوضع الآن؟ الوضع الآن بدأ المئات من المتظاهرين يتجمعون من كل مكان أمام محيط قصر الاتحادية، بدأوا أيضا يهتفون ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وضد المرشد العام للجماعة وضد الدكتور مرسي، يعني لأنه الوضع يعني الآن صعب جدا. طيب أستاذ أحمد، يعني كم أعداد الذين تجمعوا حتى الآن؟ نعم، يعني أنت يعني تقدر هذه الأعداد بالمئات الذين تجمعوا الآن أمام محيط القصر. طيب وماذا عن الوجود الأمني الآن في المنطقة؟ نعم، الوجود الأمني في المنطقة، يعني هنا بعض القيادات الأمنية متواجدة في محيط القصر، ولكن يعني دون التواصل لأي شيء من حركة ما حدث منذ قليل. طيب هل سمعت من أي من المعتصمين أو من أحد شهود العيان أي شيء جديد لم تقله في المرة السابقة؟ نعم، يعني هنا يعني المعتصمين مصرين على مواصلة اعتصامهم مهما كانت الظروف ومهما يحدث لهم، فهم مصرون على مواصلة الاعتصام بأي شكل، يعني مستمرين في اعتصامهم. وبدأت المئات تتجمع الآن في محيط قصر الاتحادية لمؤازرة هؤلاء المعتصمين السلميين الذي تم الاعتداء عليهم بإطلاق نار في محيط قصر الاتحادية، ويعني هجوم كاسح كان وإحراق الخيام التي كانوا يقومون فيها. طيب شكرا جزيلا للأستاذ أحمد فتحي الصحفي الذي كان يتحدث إلينا من أمام قصر الاتحادية. أعود مرة أخرى وأخيرة إلى اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة. سابقا، هل تشعر بمخاوف من الآن وحتى 25 من يناير؟ أنا أشعر بقلق، أشعر بقلق، لأن هناك بعض أصوات التي تدعو إلى الحشد المضاد للتيار الحاكم. وعلى الجانب الآخر، مع الاحترام طبعا لكلام الأستاذ محسن راضي، يبدو أنه ما شاهدش التلفزيون أيام الاتحادية وما شافش الفيديوهات اللي جت عن الناس اللي كانوا بيتضربوا من قبل جماعة الإخوان المسلمين. فبالتأكيد هناك حشد، من وعندنا بقى حازمون وغير حازمون وكل الأقاويل دي بيجهزوا نفسهم، وتم الإعلان من أيام قليلة أن هناك استعداد أيضا لحشد مظاهرات للتأييد يوم 25. نتمنى ألا يكون مظاهرات التأييد والمعارضة في مكان واحد حتى لا يحدث صدام، وده برضو دور الأمن، وإن هو ينظم المعارضين يبقوا في مكان ويجبر المنظمين ليهم إن هم يتواجدوا في مكان بخلاف
التيار المضاد، يعني سواء من هنا او من هنا، اذا كان مكان ده مصر وده مصر ان هو يتواجد فيه يخلى هذا المكان تماما. طيب. لابد حتى يعني لا يتهم الامن انه منحاز الى ده هذا او ذاك، او يتم التقسيم، يعني يتم جزء هنا وجزء هنا. نتمنى ان يقوم الامن بدوره من الان وحتى 25 وايضا فيما يحدث في 25 من الشهر، نامل بالتاكيد بامان. نشكر اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه بالقوات المسلحه سابقا. انا معي عبر الهاتف الان الاستاذ محمد عبد الله شاهد عيان. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بك. هل انت من المعتصمين ام لمجرد انك كنت في المكان؟ لا انا كنت في المكان معدي الحقيقه. طيب ما الذي رايته؟ انا كنت معدي هنا في شارع المرغني فلقيت بعض الشباب بيجروا كده ناحيه القصر الجمهوري او بوابه القصر، فماشي كده فبس ببص لقيتهم مسكوا احد الشباب بيقول يعني ان هو اخوان او هو من اللي عاجبهم، لكن الله اعلم يعني هو حقيقي فعلا ولا لا، بس هو مسكوه وسحبوه ناحيه مكان الاعتصام. يعني بعضهم كان بيعتدي عليه بشكل او باخر، بعضهم كان يعني بيحاول يمنع الاعتداء. يعني انت ما حضرتش الهجوم نفسه؟ لا ما حضرتش الهجوم، بس سمعت من الناس هنا. سألت الناس اللي موجودين. طيب يعني هذا الشاب اللي ألقوا القبض عليه المعتصمون، يعني هل لأنهم رأوه بالفعل ضمن المهاجمين أم لأنه ربما من هيئته من ملابسه من لحيته إن كانت له لحية؟ في الحقيقة هو شخص شاب عادي شكله عادي ما يبانش عليه إنه هو منتمي لأي طيار أو فصيل سياسي، لكن هم بيقولوا ان هو ده من الاخوان. طب ازاي يا جماعه هو مكتوب على وش الاخوان مثلا ولا حاجه؟ بهرج معاهم. قالوا لي والله هو من اللي كان بيهاجمونا، احنا عرفناه وشفناه، ده اللي قالوه الحقيقه. طيب شكرا جزيلا. ويحاولوا يسلموه للشرطه اللي موجوده في المكان. طيب شكرا للاستاذ محمد عبد الله الذي شاهد بعض الملامح هذا الحادث ولكن بعد نهايته تقريبا. معي على الهاتف الآن أيضا الأستاذ ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة. أستاذ ياسر ما الذي تقرؤونه في هذا الحدث؟ أنا بس أحب أوجه رسالة لسيادة اللواء لأعلى حضرتك، أنه لا يكون قاضي من مكانه على جماعة الإخوان المسلمين التي لم يتهم فيها واحد مرة واحدة بالتعدي او بالبلطجه في اي مكان. طيب. بيقول الاستاذ محسن راضي لم يرى المشاهد امام قطر الاتحاديه. نحن لم نرى المشاهد امام قطر الاتحاديه ولكننا سرنا في جنازه 10 من الاخوان المسلمين. طيب. احنا اتحرق لنا 30 فقر داخل متصل. استاذ ياسر فلنتحدث عن حادث اليوم. الاعلامي الهجوم على التحرير، الاخوان بريئين من كل ذلك. ومسلسل القبض على واحد وده من الاخوان، وهل هو مكتوب على وشه من الاخوان عشان عايزين ننسخ هذه التهمه وهذه الجريمه بالمعتصمين؟ اي معتصم له الحق في الاعتصام، ولا يجوز ولا يصح لاحد التعدى عليه، لاحد التعدى ليه؟ احنا اللي بنادب كده، مش احنا ما عندناش بلطجيه، الاخوان ما عندهمش ناس بتطلع تضرب وتقتل، الاخوان هم كانوا الضحيه في الفتره الماضيه. فانا بقول طيب استاذ ياسر من تعتقد يمكن ان يكون وراء هذا الهجوم او سيناريو الانساق هذا العمل بالاخوان المسلمين؟ من من سياده اللواء حضرتك اول ما حضرتك جبت ضيف على طول من المستفيد؟ الاخوان المسلمين. مين اللي قال لك ان الاخوان المستفيد؟ هو الرئيس ده رئيس الاخوان المسلمين ونحن يا استاذ ياسر ونحن استدركناه وقلنا ودافعنا لانكم لم تكونوا موجودين معنا في ذلك الوقت. نحن دافعنا عن المبدا. بقول لك يبدو ان الاستاذ محسن راضي لم يشاهد التعذيب استاذ ياسر الذين له متظاهرون. الاستاذ محسن راضي شاهد القتلى والدماء. استاذ ياسر وتم تجاهلها استاذ ياسر الاعلام المصريه. بدلا يا استاذ ياسر لو سمحت لكي يستمر الحوار اسمعني من فضلك لو سمحت. هل من هم هؤلاء الذين لهم مصلحه في
أن يدقوا إسفينا بين هؤلاء المعتصمين والإخوان المسلمين؟ الذين دخلوا أمام اللي بيضربوا في وزارة الداخلية عند في ميدان تحرير بشام محمد محمود، اللي بيضربوا في ميدان بلفارة، اللي بيضربوا عند القصر العيني، هي دي نفس المجموعات اللي بتهجم وعايزة تعمل بوقيعة بين الشعب المصري ووقيعة بين المتظاهرين الشرفاء وبين الداخلية مرة وبين الإخوان مرة وبين حازم أبو سعيد مرة. وهذه الاتهامات لا يصح بأي، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فين التبين؟ طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر عبد الرافع، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة عن حزب الحرية والعدالة. الآن أترك حضراتكم مع هذه الصور التي تأتيكم من محيط قصر الاتحادية.